حابسة وتمركي حابسة. شرفونا ديجا ديما مشرفينا. كان دي مروة الإبراهيمي صاحبة الميدالية الذهبية في الرياضة الوطنية بيان سور كان جات بارازار حويجة في الثنية. أما الحمد لله ما همش مقصرين في المحافل الدولية اللي خلت الناس الكل تحكي على إنجازاتهم صباح وعشية. حماة الحماة ومروة واحدة من حامية الحماة في تونس. عرفتوني على شكون نحكي؟ على فئة متروكة منسية ما لقاتش حظها كما يلزم في البلاد هذه. نحكي على ممثلين تونس اللي شرفوا الراية الوطنية في الألعاب البارالمبية اللي تحتضنها ريو دي جينيرو البرازيلية في البرازيل. النشيد الرسمي التونسي خدموا تعبوا وقالوا ما عندناش مزية. رفعوا راسي تونس لأكثر من 17 ميدالية. لقينا فيهم الخير، على الأقل الخير من الغير. اللي قال الله غال كي غيب الدعم لازم هكا يصير. لموا على بوصيان وقالوا على تنو مش مزيان. نساو اللي بلادنا عندها تقاليد كبيرة في اللعبة من قديم زمان. خلي عاد من اللي بعد الخسارة دورها محواس وخلي غصة في قلوب الناس وبالسلفيات كملوا فيضوا الكاس. هكا تعرف اللي الإعاقة عمرها ما كانت سبب، لكن اللي شقاو تعب ينجم يعمل العجب. حابسة وتمركي.